طول كده بفتكر بكل اساتذتنا في الجامعه وباخويا العزيز الاستاذ الدكتور صالح محمود رئيس الجامعه كل الساده العملاء اللي الحقيقه بيرفعوا قيمه وقامه العلم في سوريا. الكوكبه الكريمه اللي انا شفتها النهارده انا بشكر حضراتكم على المشاركه وهذا الموضوع القيم. انا سعيد جدا فيها بهذا الموضوع لانه بيهم الحقيقه الكل ليس الدارسين ولكن زي ما سياده اللواء الشيخ قال دلوقتي المفروض العامه كلها تبقى عارفه والدكتور محمود اكد على كده. ومن الحاجات اللي انا بقول بيها ان اليوم دي ديانه سوهاج عاملين مجالس اقليميه للشراكه ما بين الجامعه والمحافظه. المجالس الاقليميه دي في الطب وفي الزراعه وفي التربيه والتعليم والجديد فيها ان احنا عملنا مجلس اقليمي للتكنولوجيا ونظم المعلومات. المجلس بيجيب كل امكانيات الجامعه باساتذتنا الموجودين اهل الخبره واهل العلم مع امكانيات المحافظه والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وبالتالي احنا عندنا الاليه فعلا ان الافكار اللي سمعناها النهارده نبدا نبلورها زي ما حضرتك قلت وحضرتك الامين لمجلس التكنولوجيا والمعلومات ان احنا نبدا نبلور هذه الافكار. استاذنا قال الدوله هو احنا خلينا نبدا بنفسنا دايما في سوهاج نبدا نبلور ونخليها ماده علميه وثقافيه متاحه للكل. يا ريت نعمل فورا مجلس اقليمي للتكنولوجيا ونظم المعلومات ونبدا نبث هذه الافكار في التربيه والتعليم وشبابنا في الجامعه وفي اذاعات الداخليه عندنا ونعمل الندوات والورش. صدقوني احنا قادرين طالما الفكره قدامنا مش هنستنى لما الدوله تعمل ايه لان المفترض كلنا احنا الدوله مش مستنيين نخلي الدوله في القياده السياسيه في حروب الارهاب اللي احنا شايفينها في التخطيط للوضع اللي احنا فيه للمؤامرات ربنا يعينهم واحنا كلنا وراهم. فانا سعيد ان احنا النهارده هنحقق الحقيقه هذا المجلس بصوره تكنولوجيه جميله. بطلب من حضرتك ويا ريت ان الاساتذه القمم الموجودين احنا النهارده فتحنا معرض جمعه في سوهاج على جانب هذا المعرض كل يوم ندوات ثقافيه وتعليميه وتدريبيه ممكن نقتبس من هذا الفكر ونبدا نعمل كل اسبوع دوره لشبابنا واهلنا ان شاء الله في هذا المعرض. بشكر حضراتكم ولكن هذه هي جامعه سوهاج الحقيقه اللي انا بعتز بيها وبشكر الاستاذ الدكتور صفا محمود وبشكر حضراتكم واتمنى لكم اقامه سعيده في محافظه سوهاج. السلام عليكم.